خلونا دلوقتي نروح لليندا تقول لنا اخبار الطقس بالتفصيل. اتفضلي يا ليندا. شكرا بسنت. هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أنه النهاردة هيكون الطقس حر الصبح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية، وهيكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد. خلونا دلوقتي مشاهدينا نتعرف على تفاصيل أكتر من دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم بخير يا رب. وحضرتك طيبة. يعني يا دكتور عايزينك تطمنينا على حالة طقس اليوم وكمان الثلاث أيام اللي جاية بتوع العيد. هو احنا إن شاء الله اليوم بنشهد استقرار في الأحوال الجوية، يمكن كمان بنشهد انخفاض آخر في درجات الحرارة عن الأمس. اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار تكون 31 درجة مئوية، يعني الأجواء هتكون أجواء رباعية حارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء. أيضا بتكون معتدلة الحرارة على سواحلنا الشمالية، هتظل شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، طبعا خلال فترة النهار ومع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس. أما مع غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل، درجات الحرارة طبعا بتنخفض بشكل ملحوظ، وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر متوقع تكون الصغرى على القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية، يعني أجواء لطيفة على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد، معتدلة على جنوب البلاد ده خلال فترات الليل. كمان اليوم تكونت شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، هي طبعا تلاشت مع سطوع أشعة الشمس، مع الساعة 7 بدأت الشبورة المائية في التلاشي وما أثرتش تماما على حركة المرور، هي أدت لانخفاض الرؤية، انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية. طب بالنسبة لضغط الأيام اللي جاية بخصوص الشبورة المائية، عشان كل الناس بقى المسافرين وكده، هل هيكون في شبورة مائية كثيفة الأيام اللي جاية وأيام العيد يعني؟ هو طبعا متوقع ظهور الشبوره المائيه خلال الايام القادمه، خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر، لكن هي ان شاء الله مش هتاثر على حركه المرور بشكل كبير، هي هتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه لكن مفيش منها قلق باذن الله. لكن دايما مع وجود الشبوره المائيه برضه ناخد حذرنا وناخد بالنا، دايما القياده تبقى بهدوء تام، نتبع كافه تعليمات المرور. زي ما بنقول هي في الساعات المتاخره من الليل، يعني تقريبا على الساعه 3 الفجر وبتستمر حتى الساعه 7 الصبح. بالإضافة كمان إن احنا إن شاء الله غدا لطبعا فلكين أول أيام العيد بيكون في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لأن متوقع درجات الحرارة تعود تاني لل 33 وال 34 على القاهرة الكبرى، يعني هتظل الأجواء حارة خلال فترة النهار، لطيفة خلال فترات الليل مع وجود نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية غدا، بيبدأ دايما بعد فترة الظهيرة ودخول ساعات المساء، ده هيؤدي أكتر لتلطيف إن شاء الله الأجواء والاستمتاع بأجواء العيد بإذن الله. النصيحة المهمة والأساسية في الفترة دي إن احنا عاوزين نبتعد أو نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في الفترة من الساعة 12 الظهر للساعة 2-3 العصر، لأن دي ذروة ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار. بالإضافة كمان إن احنا طبعا مع أي ظاهرة جوية هتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، القيادة بهدوء تام ونتبع كافة تعليمات المرور. وأخيرا طبعا المتابعة الجيدة للنشرة الجوية أثناء فترة العيد، لأن لو في تغيير في الحالة الجوية احنا دايما يوميا هنغيرها وهنعلنها مع حضراتكم أول بأول. بالتأكيد إن شاء الله. شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة، وهنبتديها كالعادة من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 31 والصغرى بتسجل 18، الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17، مرسى مطروح العظمى 23 والصغرى 16، سيوة العظمى 32 والصغرى 18، بورسعيد العظمى 25 والصغرى 17، دمياط العظمى 24 والصغرى 17، الإسماعيلية العظمى 31 والصغرى 18، السويس العظمى فيها كمان 31 والصغرى بتسجل 19، هنروح لعريش العظمى فيها 31 والصغرى 19، طابق العظمى 29 والصغرى 19، سانت كاترين العظمى 27 والصغرى 14، شرم الشيخ العظمى 33 والصغرى 14، الغردقة العظمى 33 والصغرى بتسجل 21، الفيوم العظمى 32 والصغرى 18، بني سويف العظمى كمان 32 والصغرى 18، المنيا كمان بتسجل 32 والصغرى بتسجل 18. هنروح لأسيوط العظمى فيها 33 والصغرى 19، سوهاج العظمى 34 والصغرى 20، قنا العظمى 37 والصغرى 22، الأقصر العظمى 39 والصغرى بتسجل 23، أسوان العظمى 43 والصغرى 25، الوادي
الجديد العظمى 41 والصغرى 25، شلاتين العظمى 39 والصغرى 22، واخيرا حلايب العظمى بتسجل 37 والصغرى بتسجل 21. دي كانت فقرتنا الجويه مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لمصطفى وبسنت عشان يكملوا بقيه فقرات صباح الخير يا مصر. اليكم. شكرا ليك يا ليندا. شكرا ليك يا ليندا. واعتقد الاجواء يعني زي ما هي الصبح حر، هي بالليل برضو ما زالت بارده، يعني ننصح الناس ان هي تبقى تتقل شويه بالليل. صحيح. وتخفف طبعا بالتاكيد الصبح. اكيد اكيد.